Шановні колеги, вітаємо вас. تركزت بالأساس على سبل التخفيف من معاناة هذه الأزمة وأيضا سبل التعامل معها. وفي هذا الإطار أؤكد أن اهتمام سيدي خالد بن الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد في الجانب الإنساني في أوكرانيا كبير جدا، وقد أتى نتيجة ذلك توجيه القيادة بتقديم حزمتين من المساعدات الإنسانية لأوكرانيا بمبلغ إجمالي 410 مليون دولار، وقد وقعنا اليوم على اتفاقيتين تؤسس لتسليم هذه الإعانات، ونأمل أن تكون عونا في تخفيف معاناة الشعب الأوكراني في هذه الأزمة الإنسانية. ولا شك أن المملكة تبذل كافة الجهود التي من شأنها التخفيف من معاناة الشعب الأوكراني في الداخل والنازحين في دول الجوار، وحتى المقيمين الأوكرانيين المتجددين في المملكة الذين أعطوا تسهيلات خاصة للبقاء في المملكة العربية السعودية ريثما يعني يكون هناك سبيل لعودتهم. والمملكة حريصة أيضا بشكل كبير على دعم كل ما من شأنه الإسهام في خفض حدة التوتر والتصعيد والوصول إلى حل سلمي لهذه الحرب. ونحن